السلام عليكم. ضمن سلسلة الفنادق التي دأب المستثمرين الجزائريين على إنشائها في هذه السنوات الأخيرة، خاصة يعني في الثلاث سنوات يعني هذه، نعرفكم على فندق جديد يقع في ولاية الوادي بمدينة الواد، واللي يعني يتميز بطرازه الممزوج بين الأصالة والعصرانة، وكذلك يعني الديكورات الداخلية اللي يعني تعبر عن العصرانة الكبيرة في اختيار الأذواق، وكذلك من ناحية الخدمات في الفندق الرائع، واللي نأكد أنه المستثمرين هذو اللي انشأوا يعني الفنادق هذو كلهم أغلبهم يعني 80-90% جزائريين، وإن شاء الله إن شاء الله يعني مع يعني كثرة هذه الفنادق سوف لا محالة يكون فيها تنافسية، والأسعار سوف تهبط باش تكون في متناول يعني السواح والزوار الجزائريين، خاصة لتطوير السياحة الداخلية، سياحة المدن خاصة. وإن شاء الله المستثمرين يتوجهوا الفنادق نتاع زوج وثلاث نجوم باش يعني الفائدة تعم طبقات أوسع من المجتمع تاعنا. نخليكم نعاود الفيديو هذا بدون تعليق باش نخليكم تتمتعوا بالفيديو هذا في هذا الفندق الجديد الذي يقع في كما قلت في الواد مدينة الواد. والسلام عليكم.